السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كوكيز ساهل وبسيط وكيحبوه الدراري الصغار، كيجي مقرمش ولذيذ. تبعوا معايا المقادير والطريقه. هنايا عندي بيضه واحده، عندي نصف كاس زيت نباتي، نصف كاس سكر سنيده، نصف كاس سكر ناعم، عندي هنايا 50 غرام زبده، عندي هنايا شويه الملحه، فانيلا 7 غرام، بيكن بودر 8 غرام، هنا حبيبات ديال الشوكولات والدقيق حسب الخليط. تبعوا معايا الطريقه، راهي سهله ونتمنىكم تجربوه. والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. أرجوعي نسي الغياب في بعض اللحظات، أرجوعي نسي الغياب في بعض اللحظات، أرجوعي نسي الغياب في بعض اللحظات، وانتي طولتي الغيبة حتى الجمار طفات، وانتي طولتي الغيبة 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 حتى الجمار طفات. شحال نبعث لك مرسولية، شحال صيفط لك أبراواتي، بعد فاقد أشجالي أجرالي راني حبك سنواتي، شحال بعت لك مرسولي وشحال صيفط لك أبراواتي، بعد فراقك واش جراني أجرالي راني حب السنوات. عييت من الطلبة عروني كلاولي دراهمي فكاني وما
شريكتي في الحياة. يا شريكتي في الحياة الحمام بغيا طالعت ليا والعقايديه